الخوف. أنت وأنا وأصدقاؤك ووالدك نعيش جميعا في خوف دائم دون أن نعي أو نشعر بذلك حتى. الخوف قوة عظمى تقيم في أعماقنا وتسيطر على جميع أفعالنا، سواء أحببت أم كرهت. نشعر بعظمته ما أن يعترضنا شيء نخافه، شخص غريب في زقاق مظلم يمشي خلفك، أو ضوضاء عالية فجائية تقطع حاجز الصمت المطبق، أو صوت بوق سيارة مدون أثناء عبورك للطريق. لكن الخوف الحقيقي أعمق من ذلك بكثير، يتغلغل بمكر في أعماق النفس البشرية. ربما تتذكر ما شعرت به في قرارة نفسك أثناء انتظار نتائج الاختبار النهائي في مادة لم تفهمها قط. تبدأ يومك كالمعتاد، لكن في مكان ما خلف جمجمتك يتلبسك شعور ينهشك من الداخل، ولا ينفك يوسوس لك بأنك قد فشلت، وستظل دائما ذلك الشخص التافه والفاشل. وحين يعلنون عن النتائج أخيرا مهما كانت، تتنفس الصعداء. ثمة أنواع كثيرة من الخوف. أول الأنواع وأكثرها بساطة هو الغريزي أو الحيواني. تجتاحنا مشاعر الخوف في حياتنا، والخوف من الألم كوسيلة للحفاظ على سلامتنا الذاتية، مثل الخوف من الأماكن المرتفعة. تنظر إلى الأسفل من أعلى مبنى شاهق الارتفاع فتشعر كأن رأسك يدور، لكونك ببساطة تخشى الوقوع فتخاف. يكمن الخوف في أعماق الذات المظلمة، نشأ بداخلنا لأنه ساعد أسلافنا القدامى على البقاء على قيد الحياة، واليوم صارت مخاوفنا كثيرة، نحاول تجاهلها والخلاص منها بشكل شبه يومي. نطلق على الخوف مختلف التسميات، ونحاول إخفاء أو نكران طبيعته الحقيقية، لكن ما نسميه قلقاً أو توتراً ليس سوى الخوف في أنقى أشكاله. حتى من منطلق فسيولوجي، الخوف من الخطر المباشر والضغط النفسي ناتج عن الهرمونات ذاتها الإدرينالين والكورتيزول، إذ تزودك هذه الهرمونات بدفعة من الطاقة للتغلب على الخطر والتهديد، لكنها تظل حبيسة جسمك لوقت طويل، وسرعان ما تتحول من أوفى حلفائك إلى ألد أعدائك، فتعبث بقلبك ودمك ومستويات السكر في جسمك. نحن البشر كائنات معقدة جداً، ونهب أشياء كثيرة لا يمكن للحيوانات تخيلها حتى، ولا أقصد الكوابيس أو كائنات أفلام الرعب، بل أتحدث عن الخوف من الحياة في حد ذاتها. نتعلم منذ نعومة أظافرنا أن نخاف لا إرادياً. يتعلم الأطفال حسن السلوك والتصرف مخافة التعرض للعقاب، ويسعى طلاب المدرسة إلى الحصول على علامات جيدة خشية توبيخ والديهم، ويحاول طلاب الكلية والجامعات فعل كل ما في وسعهم خوفاً من الطرد، ويظهر العمال نتائج جيدة مخافة التعرض للطرد أيضاً. حتى أسهر رجال الأعمال يخافون خيانة الحظ وخسارة ثرواتهم. هذه سلسلة لا تنتهي من المخاوف التي تجتاحنا منذ الولادة تقريباً وحتى نهاية حياتنا. لكن تكمن الحقيقة البسيطة تحت طبقات الخوف هذه، تنجم جميعاً من التأقلم الشرطي، ويعد ربما الجزء الأكثر رعباً في الطبيعة البشرية. دون الخوف المكتسب من العواقب سنكون قادرين على فعل أشياء فظيعة دون الشعور بالذنب، إذ يرتكز النظام الأخلاقي الذي نبنيه بداخلنا ونتبعه داخل المجتمع على الخوف من عقاب الآخرين. تخيل إن كنت تتمتع بقوة خارقة أيما تشاء، فمثلاً إن كنت تتمتع بقوة خارقة لا تقهر، قد تغدو بطلاً مهمته إنقاذ الضعفاء. لكن ألن تراودك ولو مرة واحدة فكرة أنك قادر على اقتحام بنك والهروب بكافة الأموال دون عقاب، أو ربما الانتقام من أولئك الذين ضايقوك قبلاً في المدرسة؟ يمكنك طرد كل هذه الأفكار كما تشاء،
لكنك لن تقدر على الهروب من الحقيقة الحتمية. الشيء الوحيد الذي يقيد أفعالك هو ضميرك، أو ببسيط العبارة الخوف من العواقب وافتقارك إلى هذه القوى الخارقة بطبيعة الحال. في أيام الطفولة اعتقدنا أننا خالدون ونعيش حياتنا إلى أقصى الحدود بجميع تقلباتها، لكن بمجرد أن نتعلم مجريات الأمور يزداد الخوف ويكبر بداخلنا. لا يسعنا سوى التفكير فيما نفعله بحياتنا. ماذا لو رحلت دون ترك بصمتي الخاصة في هذا العالم؟ ماذا لو كانت حياتي غير مجدية؟ ماذا لو رحلت غدا دون أن يتذكرني أحد حتى؟ تدفعنا هذه المخاوف الجوهرية للمضي قدما في حياتنا وتعيقنا في ذات اللحظة. حينما تود إجراء تغييرات في حياتك مثل الاعتراف بمشاعرك لشخص تحبه، يظل نوعان من الخوف يتصارعان بداخلك، يحثانك حينا ويحبطانك آخر. يخبرك أحدهما إنك ستتعرض للرفض لأنك خجول أكثر من اللازم أو تافه جدا وحقير أمام الطرف الآخر، وأنه يستحق أفضل منك بكثير. والنوع الثاني هو ما سيحدث لك إن لم تعترف بمشاعرك. قد تظل وحيدا لبقية حياتك، والشخص الذي تحبه سوف يختار غيرك ويتركك بمشاعر الندم واللوم لعدم شجاعتك. في النهاية واحد من هذان النوعان سيفوز، وستضطر للعيش مع ثمار خيارك. لكن لا تخطئ، حتى أولئك الذين يبدو عليهم كأنهم لا يخشون شيئا في عيون الآخرين لهم مخاوفهم الخاصة. في الحقيقة ربما هم أكثر خوفا مما يبدو عليهم. قد تخفي تلك الواجهة الجريئة أطنان من المشاكل الشخصية التي لم تحل بعد. ذلك الشخص الذي يضايق غيره ولا يخشى خوض شجارات، قد يكون سبب أفعاله هو صب جام غضبه المتراكم على العالم. وربما ذلك الشخص الذي تبدو حياته كمغامرة شيقة يخاف ألا يقدره الناس أو ألا يعيش حياته كما يجب. وأخيراً ذلك الشخص محط أنظار الجميع، محاط دوماً بأصدقاء ومعجبين، لا يخشى الاقتراب من أحد. قد يكون خوفه وهاجسه الوحيد عيش حياته وحيداً. ومع ذلك يمكن تفسير جميع هذه المخاوف، فهي جزء مما نحن عليها. وإن تعمقت أكثر ستجد الدوافع لكل واحد منها. لكن هناك مخاوف أخرى غير منطقية. قد تكون عاشقاً للرياضات القاسية والجريئة، القفز الحر بالمظلة وتسلق الجبال والقفز القاعدي أو ما شابه، لكنك تخاف السباحة لدرجة أنك لا تجرؤ على الاقتراب من المياه. أو ربما يمكنك بجرأة إلقاء نفسك بين ألسنة اللهب لإنقاذ عشرات الأرواح، لكن ينتابك الخوف الشديد من منظر حشرة غير مؤذية قد يصفها الآخرون كسمة غريبة وتافهة في شخصيتك، لكن جذورها تتأصل في ماضيك. والأرجح ربما لا تتذكر حتى ما جعلك تشعر بهذه الطريقة. تميل أدمغتنا إلى حذف التجارب المؤلمة التي مررنا بها ولا تسمح لنا بتذكرها لحمايتنا. ربما يحدث ذلك عادة مع حدث فظيع جدا، شيء قد دمرك في مرحلة ما من حياتك. للتعافي والمضي في طريقك تحتاج إلى حظر هذا الحدث من ذاكرتك وينصاع إليك دماغك. لكن رغم أنك لا تستطيع تذكر ما حدث بالضبط، فقد تلازمك مضاعفاته إلى الأبد، وعادة ما تكون غير واضحة كثيرا. إن كنت تخشى المياه فهذا قد يعني أنك كدت تغرق في السابق وعدت إلى الحياة، لكن ربما أيضاً أنك شاهدت حادثاً فظيعاً أو كنت بجانب جثة في المياه. قد يكون خوفك من الظلام هو خوفك مما يختبئ بالداخل، ويعد واحداً من أقدم غرائزنا. لكن قد تتأثر بالظلام بشكل أعمق بكثير من الآخرين، لأنك أيام الطفولة تركت وحيداً في الظلام كعقاب عدة مرات. ومع ذلك رغم أنه لا يمكننا هزيمة الخوف بالكامل، فلا داعي لفعل ذلك في المقام الأول، إذ أن القلق الذي يمنعنا من إنجاز شيء في الحياة يجعلنا نجتهد للتطور والتحسين من أنفسنا، وبدونه
ما وجدت العديد من الاكتشافات الرائعة، ولن يجرؤ الكثير على تأجيج نيران تقدم. إن لم نكن نخاف شيئاً، ستكون حياتنا مملة كثيراً. تخيل فقط أنك لن تكون قادراً على الاستمتاع بجولة بالأفعوانية أو فيلم رعب. لن تشعر بالإثارة في أي منهما، ولن نحس قط بتلك الدفعة المذهلة من الحماس التي يزودنا بها الأدرينالين. وأخيراً، قد تضمحل كلمة نحن تماماً، فالخوف نشأ منذ ملايين السنين كميزة تطورية سمح لأسلافنا القدامى بتدبر البيئة التي تحيط بهم بدقة وعناية وقتال مفترس. شعروا أنهم قادرين على الإطاحة به أو الهرب من عدو يبدو أشد بطشاً منهم، ويعرف ذلك باستجابة الكر أو الفر، ويمكنك استشعار مضاعفاته إلى حد الآن، أو ربما قد تتسمر في مكانك إن كان الخطر كبيراً جداً. تلجأ الكثير من الحيوانات إلى هذا المنهج بغية أن تفقد الحيوانات المفترسة اهتمامها بها، وذلك عبر التظاهر بأنها ليست على قيد الحياة. لذا لا تقمع خوفك كثيراً أو تخجل منه، فهو جزء لا يتجزأ من كينونتنا البشرية. لذا اعتنق إنسانيتك وتقبل خوفك حتى يغدو حليفك الأكبر. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو أعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.